والدم يسيل من أطراف جسمك. نعم،
Thank you.
كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر
حملاك على اختراق وجهه المبلل بالدم والعرق، وبذلك فرشت عنه بعض الكرب والعذاب، وقد أظهر رضاه عن عملك بطبعه صورة وجهه المقدس على منديله، فاستمنحيه لي مع أم العذراء والدته نعمة الانتصار على الحياة البشرية بإظهار أمام أعدائه صدق حبي وحسن تعبدي له. آمين. أبانا الذي في السماوات، أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطي واساء الينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجينا من الشرير، لان لك الملك والقوه والمجد الى ابد الابدين. امين. السلام عليك يا مريم، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. المجد للآب والابن والروح القدس. ارحمنا يا المجد للآب والابن والروح القدس.
ارحمنا يا أمين. أمان الذي في السماوات.
ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفافة يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ وأساء إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لتنجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين. آمين. السلام عليك يا مريم، يا مريم الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن. المجد للآب والابن والروح القدس. ارحمنا يا المرحلة العاشرة، يتأمل في تعرية يسوع من ثيابه. نجد لك أيها المسيح ونبارك، أزائن السماء بالكواكب اللوامع وملبس الكتب عنه أجمل بني البشر. لقد رأيناه وما عرفناه، فقد صح فيه قول النبي: أنا دودة ولست إنسانا، ألا فاخجلي نفسي واعتذري عن مخازيك وأشفقي على إلهك المتحمل العذاب والغار في مساويك. وأنت يوم يسوع فادية اطلبي من ابنك نعمة التوبة النصوح ليكفر عن خطاياي إلى النفس الأخير من حياتي. آمين. أبانا الذي في السماوات، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين. آمين. السلام عليك يا مريم، ابتلي نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا الآن وفي ساعة مقتنا. المجد للآب والابن والروح القدس. ارحمنا يا المرحلة الحادية عشرة، ليتأمل في صلب يسوع. نجد لك أيها المسيح ونباركه.
من يستطيع أن يراك يا فدي مسمراً بيديك ورجليك على خشبة العار بين الصين شريرين ولا تتقطع وعشاه كمداً ولهفاً وتسكب وعيناه الدموع السخينة دوعة وأسفة. تعسل لك يا خطيئتي ما أرضعك وأقساك في تسليمك وحيد الآب للصلب. وما أعظم شقائك يا نفسي إن لم تستفيدي من عمل فدائي. ألا يا مريم أمي لتغسل بشفاعتك دماء مخلصي ذنوبي وجرائمي وليمتلك حبه فؤادي وعواطفي في حياتي بأسرها. آمين. أبانا الذي في السماوات أعطنا خبزنا كفاف يومنا واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ وأساء إلينا ولا تدخلنا في التشارك لكن نجنا من الشرير لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين آمين. السلام عليك يا مريم يا مبتدأ الأحمر الرب عليك يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي الساعة المرحلة الثانية عشرة لنتأمل في موت يسوع مصلوبا. نجد لك أيها المسيح ونبارك ولما تناول يسوع الخل قال قد تم وأمال رأسه وأسلم الروح. نعم لقد تم كل ما قاله الأنبياء من عمل فدائه وها قد مات يسوع ابن الله على صليبه وأصبح نفة هاردة والشمس أظلمت وحجاب الهيكل شق إلى إثنين والأرض تزلزلت والصخور تصدعت حزنا على موت بارئها. وأنت يا قلبي أتبقى جامدا لا احتراك فيه في هذا مشهد موت فريد. ألا يا أم مخلصي اضربي قلبي الصخري بعود صليب ابنك وفجري فيه دموع الحزن على حبيبك والتوبة على خطاياي لأفوز بثمرة فدائي. آمين. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ وأساء إلينا ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين. آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله
ارحمنا يا المرحلة الثالثة عشرة لنتأمل في تنزيل يسوع من على الصليب وتسليمه لأمه. نجد لك أيها المسيح ونبارك لأنك بصليبك المقدس خلصت العالم. وحسرتاه يا أم يسوع ما أشد ألم الحرب التي خلقت فؤادك وأنت تحتضنيها وحيلة تكون بعدا لخطاياي التي كانت علة في قتله وداعية لعظم روعتك وتفزعك. ألا فليكن موتك يا فديا مبررا لي ومقدسا، وليكن حزن أمك وارتياعها حافزا لي على حفظ وصاياك وأمينا لك. أمين. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفافة يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ وأساء إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. المجد للآب والابن والروح القدس كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين. آمين. ارحمنا يا حيث تجد راحتك وسلواك
فأموت لذاتي وتحيا فيا وأحيا بك ولك إلى الأبد أمين. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ وأساء إلينا ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا نساء مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. المجد للآب والابن والروح القدس كما كان في البدء هو الآن وعلى الدوام وإلى أبد آمين. ارحمنا يا أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك